أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو البيان والإيضاح في مسألة حكم السحر بسحر مثله، وذلك أننا سمعنا بعض من ينتسب إلى العلم يقول بجواز ذلك. هل السحر بسحر مثله؟ لا يجوز، وهو كفر، لأن السحر كفر، تعلمه وتعليمه وعمله، عمله وتعلمه وتعليمه كفر، سواء عمله لحل السحر أو عمله للضرر بالناس. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ركها، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، دلت على أن السحر كفر. وفي آخر الآية يقول: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني السحر استبدله، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الجنة نصيب. وهذا لا يكون إلا للكافر والعياذ بالله. كيف يأتي من يقول إنه يجوز عمل السحر؟ يعني نعالج بالكفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تداووا بحرام، والسحر أعظم الحرام. وابن مسعود رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، والسحر حرام علينا، والله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. السحر له شيء، له علاج غير الكفر وغير السحر. هذا كلام ما يفكر فيه صاحبه، ولو فكر ما أظنه يصر على هذه الفتوى. نرجو الله له الهداية والبصيرة والرجوع إلى الحق. أيضا إذا فتحنا المجال للسحرة لأجل يعالجون الناس، فقد أبقيناهم في البلد وانتشر السحر في البلد بحجة إن هذا ولا يعالجون الناس، هذا نفتح لهم باب للسحرة ولوجودهم بيننا. أيضا نسلطهم على أنهم يسحرون الناس، حرم عليهم، يجون الناس لهم يقولون حلوا عن السحر ونعطيكم فلوس. يا سبحان الله، ما يفكر هذا في العواقب، ما يخاف الله عز وجل، ما يتق الله، وغير أنه يغرر بالناس هذا التغرير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.